أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة. من أين نبدأ وأين ننتهي؟ لا لغة تقول ولا كلمات، لا لغة تقول ولا كلمات هذه المواجع، هذه الفواجع، هذه الكوارث التي تضرب الجزائر بين الموت اختناقا بنقص الأكسجين وبين الموت بفواجع الحرائق، هذه الحرائق المهولة التي تضرب مناطق من البلاد. الحديث عن أكثر من 100 حريق حسب مصلحة الغابات واستشهاد 25 جندي عسكري كما تقول الرئاسة رحمة الله عليهم، ينضافوا إلى استشهاد 7 مواطنين، 6 في ولاية تيزي وزو ومواطن في ولاية سطيف، وحرائق مهولة في منطقة القبائل بشكل خاص، حرائق ودمار في الأرواح والممتلكات، ومشاهد مفزعة تفزع الجزائريين الذين يتابعون وقلوبهم مقبوضة لهذا المشهد. مشهدين مؤسفين، مشهد قطاع صحي يعاني تفشي كورونا وموت الجزائريين اختناقا لنقص الأكسجين، والآن هذا الموت المفجع بسبب الحرائق، وتساؤلات عن غياب الإمكانات، عن عدم توفر طائرات إطفاء الحرائق لبلد غني على الورق مثل الجزائر الذي بدد النظام فيه مليارات، 1500 مليار في عقدين، بينما لا طائرات لإطفاء الحرائق، الأموال المتوفرة للصفقات المشبوهة للفساد لشراء طائرة للمخلوع بوتفليقة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، ما يعادل شراء 10 طائرات من أغلى طائرات إطفاء الحرائق مثلا. والجزائريون يتساءلون منذ سنوات، وناقشنا وجف فريقنا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، عن غياب الإمكانات، عن غياب طائرات إطفاء الحرائق في الجزائر التي تحتاجها الجزائر في مثل هذه الكوارث. قبل أن نبدأ النقاش نتابع تقرير التالي. حرائق متزامنة ومنتشرة في أكثر من مكان وولاية في الجزائر تندلع فجأة وتنتشر بسرعة متسببة في إتلاف آلاف الهكتارات من الغابات، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. حرائق في مدينة تيزي وزو اندلعت ليلة أمس في مناطق مختلفة من جبال الولاية، وتزامنت مع حرائق في كل من تيارة وبويرة وسكيكدا وتبسة، والتحقت اليوم جبال عنابة في سرايدي بعداد الجبال المحترقة. في القرى الجبلية في تيزي وزو حيث تتعانق المساكن والمباني الحكومية بالمساحات الغابية، أصبحت النيران على مرمى حجر من السكان، بل أودت بحياة 5 مواطنين مثل ما أشارت إليه وسائل إعلام مختلفة. خسائر في الأرواح والممتلكات تهدد ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد في ظل درجات حرارة تجاوزت 45 درجة، وأزمة مياه حانقة تضرب الجزائر، وعلى خلفية وضع صحي متدهور عقب الموجة الثالثة من كورونا التي تحصد يوميا أرواح الجزائريين. في هذا الوضع الصادم تتعالى أصوات مواطني تيزي وزو وغيرهم من المناطق المشتعلة غاباتها بنداءات الاستغاثة، فيهب المواطنون لنجدة المصابين وإيواء الهاربين من النار في حملات تضامنية تكشف المعدن الأصيل لهذا الشعب، وتعري من جهة أخرى السلطة التي فاجأتها الأحداث وأغلقت أمامها فرص الأكاذيب والأوهام. ولم يجد ممثل السلطة وزير الداخلية كمال بلجود في هذا الظرف إلا الحديث عن اليد الإجرامية التي تسببت في هذه الحرائق في محاولة للتغطية عن التقصير في مسائل متعددة كعدم التدخل في الوقت اللازم وغياب طائرات إطفاء الحرائق ونقص إمكانات الحماية المدنية. هو لا يستبعد أيادي إجرامية، وإحنا نقول أن أيادي طبعا إجرامية، طبعا ايادي اجراميه، يعني 50 ديبار اون ميم طون في اون لابس دو طون من المستحيلات السبع. يعني نعرفوا حرائق الغابات منذ زمان،
يمكن ان ديبار اون فو دو ديبار الى اخره، ولكن عشرات في نفس في نفس في نفس تقريبا التوقيت هذا طبعا يد اجراميه. إخفاقات بالجملة وانسحاب كلي لسلطة لم تعد تجاري الأحداث وطنيا، وأصبحت تبيع الوهم وتختلق الأعداء الوهميين ولا تستفيد من الدروس. فحرائق جبال الأوراس في خنشلة وتبسة وباتنا التي أسفرت عن خسائر كبيرة لم تشكل درسا لسلطة لا تريد أن تفهم ولا أن تستعد للأحداث. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من جنيف مراد تشيكو النقابي والإطار السابق في الحماية المدنية، ومن بجاية خالد تزغارت الناشط السياسي البرلماني السابق. نبدأ معك سيد خالد تزغارت، لو وضعتنا في صورة الأوضاع الآن في بجاية، يبدو أننا فقدنا خالد تزغارت. مراد تشيكو، كيف تقرأ ما يحدث؟ وزارة الداخلية، وزير الداخلية يقول ما يحدث عمل إجرامي متعمد، مدير الغابات في تيزي وزو يقول نفس الشيء. ما رأيك فيما يحدث هذه الحرائق المهولة في 17 ولاية؟ آخر الأخبار كان قبل ساعات الحديث عن 15 ولاية، الآن 17 ولاية، قبل ساعتين فقط كان الحديث وكان الوزير يتحدث عن 50 حريق في ظرف، في نفس الظرف الآن مديرية الغابات تتحدث عن أكثر 103 حرائق في 17 ولاية. فعلا أمر غريب، يعني لو ننظر له منظر الإنسان عقل، يعني باش كل هذه الحرائق تندلع في ظرف واحد أو في وقت واحد، فهذا أمر يبدو أنه بفعل فاعل، ولو أني أنا لا أستبعد، لكن في احتمال أنه حقيقة بفعل فاعل، وفي احتمال آخر أنه بفضل الحرارة وبفضل الأوساخ وبفضل التسيب للدولة تخلات يعني نهائيا عن الصيانة وعن الاعتناء بهذه المناطق، وبالتالي صبحت كلها مزابل منتشرة في كل ربوع الوطن. وممكن جدا انها لما تكون الحراره عاليه ممكن جدا انها يعني تكون هناك حرائق، لكن نحن لنفترض انه بفعل فاعل، ولو تحدثنا يعني حتى على المره اللي فاتت في حرائق خنشله وتبسه الى غير ذلك وحرائق الغرب، ومنذ اكثر من 5 أو 6 سنوات كل مره يقولوا أن هناك مجرمين، لكن أين هم هذه المجرمين؟ إحنا ما شفناهمش، حتى في حرائق الشرق كانوا يقولوا أيادي ولبعض، يعني حتى تضليل إعلامي أن أيادي أجنبية دخلت من دول ربما جارة إلى غير ذلك، لكن أين هي هذه التحقيقات؟ أين هي هذه الأيادي؟ هم أعلنوا في المدية أنه تم اعتقال أشخاص وأعلنوا ذلك، وتم إذاع ذلك في وسائل الإعلام الجزائرية. هذا مجرد ذر رماد في العيون أخ جمال، في كل مرة يولد يعني الفشل انتحهم يمسحوه في ناس ربما ضعفاء أو بسطاء وزوالية كما يقولوا. في حرائق خنشلة لو ذكرتوا قالوا أن الناس اللي يستغلوا الفحم إلى غير ذلك، وإحنا قلنا أنه من المستحيل إذا كان إنسان قوته في الغابة ويستغل الفحم، من المستحيل أنه يسمح الغابة هذه. طيب أستسمحك مراد تشيكو لو سمحت، سأعود إليك، أعود إلى خالد تزغارت، عاد إلينا عبر الهاتف من بجاية البرلماني السابق. سيد خالد تزغارت، كيف هو الوضع الآن؟ الوضع هو أن هناك حرائق كبيرة جدا في كل منطقة القبائل، ما لم يحدث شيء، وحدثت حرائق في ولاية تيزي وزو، اليوم حتى ولاية بجاية حدث لم يكن ينتظره كل المواطنين، حيث أن هناك حرائق كبيرة وكبيرة جدا، وهي حرائق كانت تحدث بطريقة يعني دراماتيكية لم يكن ينتظرها المواطن في أماكن متعددة، وهذا ما يؤدي
وهذا ما أدى بالمواطنين إلى وضع علامات تعجب كثيرة كثيرة وكثيرة جدا على ما كان يحدث في المنطقة التي لم تخرج بعد من كورونا هبة واحدة في التضامن. كنا فرحين بالتضامن نواصل نضالنا ضد حرب الموت نتاع كورونا. للأسف وجدنا أنفسنا أمام حرب أخرى هي الحرائق، وأريد أن أترحم على كل المواطنين وكل عناصر جيش الشعبي على الذين توفوا، حيث أن هناك شهود عيان أعطوا للمعلومات حول هؤلاء، حيث المواطن أن الجنود عندما التقوا بهم الذين لم التقوا بهم في مستشفى الأربعة الثلاثين كانوا كمواطنين يتحدثون، فسئل أحد الجنود قالوا له جنود يعني كنتم كنتم أنتريني، ولكن حدث قالهم باللغة العربية الفصحى يعني في لحظة قالهم الجندي في رمشة عين وجدنا أنفسنا يعني مرميين، وحتى لبعض الجنود الذين كانوا يريدون الهروب نظرا لرياح شديدة وصلت إليهم الحرائق، يعني أن هناك أشياء تحزن كثيرا أن لن ينقذ أين يربي الدواجن فمات، وهناك من يريد أن ينقذ التراكتور تاعه فأحرق، يعني نحن في حالة أين في أوبيراسيون جمال لم تحدث هناك مثل هذه الأمور. لذلك فالثروة الغابية، الثروة الإنسانية، الثروة كل ثروات الجزائرية ذهب هكذا أن ينفع أي بها أي جزائري، وهذا نداءات المواطنين تبكي حركا على الجزائر، على الوطن، على منطقة القبائل. قلب يقول لك نواصل، قلب يقول لك ماذا تريدون أن نفعل، بلد لا يستطيع أن يوفر الأكسجين، ونفس البلد يحرق كل ما يعطي أكسجين. إذن الهدف الأسمى للكورونا والذين يحرقون نفس الأكسجين يعني قتل الحياة، وهذا ما يؤدي بنا في آخر المطاف إلى القول بواصل النضال من أجل الحياة، من أجل منطقة القبائل، ومن أجل الجزائر التي نحبها كثيرا. طيب. شكرا. ابقى معنا سيد خالد أصغر. طبعا هناك صعوبة حتى في التواصل، ومثل ما أشرت للأسف رحمة الله على جنودنا الذين استشهدوا 25 كما تقول الرئاسة، استشهدوا. وزارة الدفاع كانت تحدثت في وقت سابق عن 18 عسكريين استشهدوا في محاولة إنقاذ الأرواح بين تيزي وزو وبجاية، وانتشر فيديو محزن على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو استغاثة جندي مشارك في إخماد الحريق في تيزي وزو. نتابع. خاطي نداء، خاطي نداء، خاطي نداء، خاطي اللي غلطت معاه في حاجة يسمحني، بارتاجيو الماكسيمو، خاطي بارتاجيو، خاطي اللي ظلمت بشي حاجة يسمح لي. خاطي اللي غلطنا معاه في حاجة يسمحنا، اللهم بارتاجيو خاطي، اللهم يرحم إخواننا.
اللهم نحن نحترق. رحمة الله على إخواننا. وفيديو نتابع الآن لجنود يحملون زميلهم الذي تردد أنه توفي في إخماد هذه الحرائق. كمل كمل أفلع. مراتشيكو، مشاهد محزنة. 25 جندي استشهد رحمة الله عليهم، وتم إعلان أنه في تيزي وزو 7 مواطنين أو 6 مواطنين استشهدوا، ومواطن كذلك في بجاية طبعا. ومشاهد محزنة، الأرواح والممتلكات وحتى الحيوانات لم تسلم من هذه الكارثة. حقيقة نترحم عليهم جميعا ونقول ربي يرحمهم على كل حال، لكن أنا عندي رأي آخر فيما يخص إقحام الجيش في مثل هذه الأمور. هذا خطأ فادح، هذا فشل كبير، يعني فشل وسقطة لا تغتفر. الجنود أو الجيش ليس مدرب على إخماد الحرائق. كان من المفروض أن هذا الجيش يستعمل فقط لمد العون لرجال الحماية المدنية، من المفروض أنه يستعمل فقط لإمدادهم بالوسائل ولإمدادهم بالمياه الضرورية، لكن هم أقحموهم داخل النيران وهم غير مدربين على هذه. هناك تقنيات دربوا عليها أعوان الحماية المدنية، ورغم هذا كانوا يتعرضوا أحيانا، ونعرفوا أنه النيران صعبة وصعبة جدا في لحظات فقط تستطيع أن تجد نفسك في وسط يعني النيران من كل جهة. هذا شيء معروف، خاصة الصنوبر الحلبي اللي هو منتشر في الجزائر، ولما تشعل يعني الشجرة فهناك الثمار نتاعها تقذف على بعد 10 و20 و30 متر وتكون هي شاعلة، وبالتالي أينما تسقط فتكون هناك كذلك نار. وهذه اللي ما يعرفوهاش الجنود وما يعرفوهاش كثير الناس المواطنين كذلك، نحذرهم أنه يتركوا أعوان الحماية المدنية يعملوا ويعطوهم فقط المساعدة، يعني يجيبوا لهم كل الوسائل اللي يحتاجوها. أنا متأكد أنه عندنا أعوان الحماية المدنية مدربين وعندهم قدرات هائلة لمواجهة مثل هذه الأخطار، لكن الشيء المؤسف هو نقص العتاد والوسائل. فطبعا رجل الحماية المدنية بدون أي وسيلة راح يكون مثله مثل أي مواطن، لكن خطأ فادح استعمال الجنود وإقحامهم داخل النيران. هذا يصعب الأمر من ناحية الحماية المدنية، من ناحية المواطنين، وكذلك تعرضوهم كذلك للاختناق واحترقوا كذلك. فهذا سقوط لمؤسسة الجيش، وعدم تقديرها للأمور وعدم استشارتها للمختصين من أعوان الحماية المدنية. كما نعرفوا عندنا حكم عسكري، تجي الأوامر من فوق وهم يطبقوا. كان من المفروض أنه لم تكن النية في المقابل. نعم. لم تكن النية هي إنقاذ الأرواح، يعني أنه بدون ربما حتى التفكير في هذه الفرضيات. يعني بالفعل يعني تدخل الجنود في مثل هذه الظروف لحد الآن أمر غريب. يعني أنا أعتقد أنه أرادت المؤسسة أن تستغل هذا سياسيا وأن تريد تبييض صورتها لدى المواطن، لكن هي الآن أخفقت وأظهرت عيبها وسقطتها بمثل هذا التدخل، لأنه الآن المختصين في هذا الأمر وخاصة أعوان الحماية المدنية وضباط الحماية المدنية دائما يعني لما نكون وإحنا في مثل هذه الحرائق
نطلب من المواطنين أن يكونوا بعاد على هذه المناطق. ولكن هؤلاء ربما جاءوا لإجلاء المواطنين، يعني حتى في تغريدة الرئاسة هؤلاء توجهوا لإجلاء 100 مواطن محاصرين بالنيران، وليسوا بالضرورة لإطفاء النيران، جاءوا للمساعدة. للأسف حدث ما حدث. كان من المفروض طريقة الإجلاء كان من المفروض أن يقودها رجال حماية مدنية، أن يقودها ضباط الحماية المدنية، وهم يدرسون الرياح كيف تمشي ويدرسون النيران كيف تنتشر إلى غير ذلك. لكن اقحام الجيش مباشرة في 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 هذا تعرض، يعني عرضوهم للخطر، وحتى هذا الجنود ربما راح يعرضوا المواطنين للخطر أكثر. فهذا أنا أعتبره تماما مثل ما تكون هناك حادث مرور ويجي المواطن ويحب ينقذ الضحية، النية تاعو ربما هو إنقاذه، لكن راح يزيد يصعب عليه ربما المواطن يقتله بدون ما يشعر وهو نيته أنه ينقذه. لهذا هناك طرق وهناك وسائل، ولكن ربما ليس هناك أيضا عدد كافي من رجال الحماية، وتم الاستعانة بالتالي بعناصر الجيش، يعني ليس هناك العدد الكافي مع كثرة الحرائق كذلك. أنا لا أعتبر هذا ليس هناك عدد كافي، أنا أعتبر أن هناك أرطال من الولايات المجاورة يجلبوها في ظرف 24 ساعة، راح تكون آلاف أعوان الحماية المدنية موجودة في عين المكان، وهناك ضباط يوضعوا خطة ويوضعوا طريقة، وكل من يأتي للإخماد سواء من عناصر الجيش أو من مواطنين يكون خاضع لأوامر المختصين من ضباط الحماية المدنية، وبالتالي يسهل السيطرة على الحرائق. يبقى معنا مراد تشيكو. جيجل كذلك إلى جانب منطقة القبائل تيزي وزو بجاية في 17 ولاية، وإن كان طبعا المشاهد المرعبة كانت في منطقة القبائل، جيجل كذلك تم تسجيل فيها حرائق، نتابع. زين استوب ديالو راه معيط، دين الله عيطوا لي بوبي راه تقلب لنا زيت تخاف شامور ما تخاف من الدار ماشي الدرجه هذه اللي تخاف هكا راهي نحكي في الديار هاي في الديار عيط عيط شوف لا قول ما في الديار ذي الناس هنا وين هاي خرجوا الناس من الديار هاي تلحق هادي على بالك هاي خرج على روحك وصل انا ومين النار هادي والله شالت النار عندنا الهين خلي برك خرجوا من الديار خرج من الديار هاو هاي لحقات عيط فين وات الارمي عيط المراد بو هادي تشوف عيط يخرجوا من الديار هاي تلحق ابو عنان هاي لحقت الديار كان هذا المشهد في جيجل. ومن جيجل معنا نبيل عزوزة الناشط الجمعوي. نبيل لو وضعتنا في صورة الوضع في جيجل وهذه الحرائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الإخوة المتفرجين على قناتكم. أنا أتكلم يعني نبدأ لاحظت بأن بداية التسعينات حتى إلى يومنا هذا يعني الحرائق تختلف عن سابقتها حيث أنها أصبحت عديدة ومنظمة خاصة في 48 ساعة الماضية. لو نتطرق إلى كلام الشارع أو المقاهي كان الناس في السابق يتهمون أشخاص لهم صلة بالفحم وكذلك أصحاب مصانع المكيفات إلى آخره. أما البارح واليوم فهناك عدة أسئلة تطرح نفسها. اليوم عدة مناطق في جيجل تحترق، منها مشاتي من بلدية برج الطهر الجبلية تابعة لدائرة الشقفة، ونتيجة من عن ذلك أضرار جسيمة من فقدوا المنازل وفقدوا المزارع والأشجار والحيوانات، حتى النحل لم يمنع من هذه المحنة. وكذلك في مناطق أخرى مثل سطارة وتكسنة حيث كان بعض السكان يعني معرضين جدا للخطر. ومن هذا المنبر أعتبر هذا الحدث أو أصنفه بجريمة منظمة، وأيضا يضرب استقرار الوطن نظرا للتوقيت لهذه الحرائق في مختلف أنحاء الوطن.
وعلى السلطات التحقيق في هذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية والبيئة ومعاقبتهم بأشد العقاب. ولا يخفى علينا عدة أيامات يعني يومين والثلاثة أن الجزائر تمتلك يعني أجهزة جد متطورة لمكافحة الجرائم المنظمة بكل أنواعها، وهذا ما صدر على لسان رئيس السلطة عندها يومين والثلاثة في لقاء صحفي. فقد يكون هذا كافي للكشف عن الأشخاص المتسببين في هذه الكارثة، خصوصا ونحن في ظرف محنة الوباء الذي انتشر بسرعة الحرائق. نعاودها، انتشر بسرعة الحريق. يعني هنا أغتنم الفرصة لتقديم تعازي الخالصة لجميع موتانا، طالب المولى تعالى بالرحمة والمغفرة لهم، وكذلك الشفاء لجميع المصابين. وأخيرا أنا نقول ربي يهدي من خلق. طيب نبيل، نبيل ماذا عن الإمكانيات الموفرة لإطفاء الحرائق؟ يعني أخي، يعني حقيقة أنا ما كنتش حاضر باسكو أنا نسكن في سونتر فيل، وهذا الحادث هذا اللي صرا الحوادث هذو كانوا خارج شوية جيجل، كما الشقفة جبال الشقفة بالسطارة بعيدة علينا بزاف، قريبة شوية للميلية هي. يعني أنا أتمنى أن تكون يعني يكون يعني الجميع متضامن. يعني رانا في محنة، يعني ما نقدرش الإنسان يعبر على الشيء هذا باسكو ما عندناش دوك نقولوا الجيش ولا لي بومبي ولا اللي يقدر يتضامن الشعبي نورمال يقدر يتضامن يتفضل. رانا في محنة. شكرا جزيلا لك نبيل عزوز الناشط الجمعوي، كنت معنا عبر الهاتف من جيجل. ومشاهد مرعبة، مشاهد نتابع المشاهد في تيزي وسو. كانت هذه المشاهد المرعبة في تيزي وزو. نبقى دائما في تيزي وزو. الأربعة النثيرات التي كانت من المناطق المتضررة جدا كذلك من هذه الحرائق. كانت هذه إذن نثيرات، الأربع نثيرات عزازقة كذلك من المناطق المتضررة نتابع.
للأسف هذه هي الصور المفجعة. تغزوت كذلك نتابع المشهد هناك. كانت هذه إذن المشاهد في ولاية تيزي وزو. ومن ولاية تيزي وزو معنا عبر الهاتف الآن خليفة قريشي الناشط في المجتمع المدني. خليفة قريشي، كيف هي الأوضاع الآن؟ خليفة قريشي، هل أنت معنا؟ نعم نعم، مساء الخير للجميع. عزف اللون، الزول في اللون، كيف لو وضعتنا في تطورات المشهد هناك؟ نعم، في الحقيقة منذ الساعات الأولى من اليوم البارحة كانت هناك أوضاع كارثية جدا هنا في ولاية تيزي وزو، في أغلب مناطق ولاية تيزي وزو، حيث أن الحرائق اتهمت الكثير من المساحات والعديد من العائلات شردت وهربت من منازلها، وقصر المفيد انتقلنا من معادلة ابقوا في منازلكم لحماية أرواحكم، وانتقلنا إلى معادلة أخرى وهي اخرجوا من منازلكم لحماية أرواحكم. إذن العديد من المنازل حصلتها النيران في أغلب المناطق، خاصة في الأرض نتيراتن وأثواسيف وإيفودلارن ومشلي والعديد من المناطق الأخرى. وحتى البارحة عندما في الساعات الأولى من الصباح حوالي 3 صباحا حاولنا التنقل إلى هذه المناطق وتزويدهم باللوازم كالمياه وغيرها، ولكننا بعد منتصف الطريق لم نتمكن من الالتحاق بهذه المناطق لأن الطرقات كانت مغلقة بسبب النيران، وكان هناك نداءات استغاثة من هنا وهناك، ولكننا حاولنا جاهدين، ولكن هناك بعض المناطق التي عزلت تماما وأغلقت الطرق إليها ولم نستطع الوصول إليها، ولكن كان هناك في الجهة المقابلة هبات تضامن كبيرة، ومنذ بداية الحرائق تهيكل المجتمع المدني وتهيكل الجمعيات ولجان القرى والمواطنين وعاملين الجاهدين على الأقل للتخفيف من هذه الأضرار. وأقولها وأنا عينت الوضع وعينت وكنت في اتصالات كثيرة مع العديد من الجهات، وانتقلنا من جهة لأخرى، والأوضاع كارثية حقيقة، ليست الأوضاع خرجت عن السيطرة بالمختصر المفيد، والكل يهرب والكل يجري والكل يتصل. وحتى أن هناك مشكل آخر وهو انعدام الانترنت وكذلك ضعف تغطية الهاتف النقال، فبالتالي هذا ما جعل الوضع يصعب أكثر وأكثر، وبالتالي لم يمكن من الاتصال بالآخرين. ولكن هناك كما قلت في الشق التضامني هناك جمعيات وهناك مواطنين وهناك أيضا أشخاص فتحوا منازلهم لإيواء العائلات المتضررة، وشهدنا في الساعات متأخرة من الليل فتح المدارس والمراكز المختلفة من أجل إيواء العائلات، وكذلك فتح قاعات الحفلات والفنادق الخاصة، وكل هذا الأمر ساهم على الأقل في التخفيف من شدة الأزمة. والآن وأنا أتحدث إليكم هناك بعض المناطق التي شهدت انخفاض محسوس للحرارة، ولكن هناك مناطق أخرى ما زالت تطلق نداءات استغاثة، والكل اليوم يترقب والكل اليوم يجري. ولا ننسى أننا الآن أيضا أمام وضعية وبائية استثنائية، فبالتالي نحن تهددان حياة المواطن اليوم، وقلتها سابقا التضامن هو الحل الوحيد، وتعرف أن منطقة القبائل دائما ما كانت سباقة إلى هذه الأمور. وفي الساعات الأولى من الصباح شهدنا مناظر وصور
المواطنون الذين حاولوا إخماد النيران بوسائل تقليدية ربما، لا أنكر وجود الغياب الحماية المدنية وأتت حتى من خارج ولاية زوزو، ولكن كان الأمر صعب صعب جدا عليها، ولا يمكن أبدا السيطرة على الوضع لأن الحرائق كانت مهولة وكبيرة جدا وفي كل المناطق، ونعرف أن منطقة زوزو هي منطقة جبلية وعرة، وبالتالي الطرقات كانت صعبة من أجل المرور، ورأينا الناس في الصباح ناموا على الطرقات وبالتالي أنهكهم التعب، والحرائق خلفت أيضا كثيرين تترحم عليهم، ونسبة الضحايا لم تتضح بعد نسبة رسمية، هناك تكهنات هنا وهناك، ولكن أكيد في الأمر أن هناك خسائر بشرية ومادية معتبرة. طيب ما دام أنت في الميدان، ما رأيك في تصريح وزير الداخلية يد إجرامية حاقدة وراء هذه الحرائق في التي المتزامنة، ومدير الغابات في تيزي وزو يقول التلفزيون الرسمي الجزائري أمس بأنه متأكد بأنه هذه الحرائق متعمدة ومقصودة؟ أكيد، وقد استمعنا البارحة إلى تصريح محافظ الغابات على مستوى ولاية زوزو، والذي أكد بصراحة العبارة أن الحرائق كانت لم تكن تلقائية ولم تكن بصفة اعتباطية، ولكنها كانت منظمة ومتعمدة، وهو في الحقيقة لم يتهم بصراحة العبارة جهة معينة، ولكنه أكد أن هذه الحرائق هي بصفة منظمة وإرادية، وهذا ما قلناه سابقا، قلنا أن اندلاع أكثر من 20 حريق في نفس التوقيت وبصفة منظمة لا يمكن أن يكون وليد صدفة، إذا كان حريق متعمد، ونعرف أن دائما هناك أعداء الحياة الذين يكرهون الأشياء الجميلة في الحياة، وبالتالي منطقة القبائل نقولها بصراحة العبارة وتحمل مسؤولية كاملة دائما ما تزعج العديد من الأطراف، سواء من حيث تنظيمها تهيكلها، وخاصة مع جائحة كورونا شاهدنا أن هذه المنطقة قدمت درسا للجميع في التضامن وتسيير الأزمات، فبالتالي هناك جهات مختلفة يزعجها الوعي السياسي أولا لدى منطقة القبائل، يزعجها التنظيم الموجود في منطقة القبائل، يزعجها الوحدة بين سكان منطقة القبائل والوعي والثقافة والعديد من الأمور، فبالتالي قاموا بهذا الأمر الشنيع الذي هو جريمة في حق الطبيعة وفي حق الإنسانية كالجماعة، ونتمنى أن تتضح الصورة لكي يتحمل كل مسؤول مسؤوليته الكاملة، سواء أمام التاريخ أو أمام الوطن أو أمام الشعب، ولكن أقولها وأعيدها أن منطقة القبائل عانت من أزمات عديدة متتالية، ولكنها دائما ما تخرج منتصرة في كل أزمة بسبب وعي أولا مواطنيها، و أهم شيء هو التكافل والتضامن الموجود بين أهالي المنطقة، والذي قدم درسا للكثير وخاصة الأعداء منهم. طيب يبقى معنا خليفة قرايشي، والحرائق كذلك في سكيكدا، نتابع المشهد في سكيكدا. روح حسر ودي حسيناش شمت وراء ينبلك يشرفه ومعنا مسكيك ده الشيخ حسن الناشط. الشيخ حسن، لو وضعتنا في صورة هذه الحرائق في سكيكدا كذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة. تحية إليك أخي جمال، إلى الضيوف الكرام، وإلى مشاهدي قناة المغاربية، بدءا ببدء تعازينا لكل من قضوا في هذه الأزمة، أزمة الحرائق، سواء كانوا من المواطنين أو من الهيئات النظامية، وتعازينا لعائلاتهم، وتضامننا الكبير مع كل من تضرر من هذه الحرائق. أخي جمال، تعلم أن ولاية سكيكدا، خاصة غرب ولاية سكيكدا، منطقة غابية كبيرة
وقد انتهت حرائق ولكن ليست بالحجم الكبير، لكن الذي رأيته في وسائل التواصل الاجتماعي أنه اندلع حريق في ضواحي ولاد عطية، ولست أدري هل تم التحكم فيه أم لا. لكن الملاحظ أخي جمال أنه هناك عدد كبير من السكان وسط هذه الغابات، ولو يقدر الله سبحانه وتعالى وتندلع الحرائق في المنطقة فإن الخسائر ستكون كبيرة. لذلك نطلب من السلطات أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل اندلاع هذه الحرائق، وحتى لا يحصل لنا ما حصل في ولاية أخرى، ونبه المواطنين كذلك إلى اليقظة وإلى التضامن حتى يمنع وقوع مثل هذه الكوارث. طيب ابقى معنا شيخ حسن لو سمحت. طبعا هذه الحرائق المفجعة جددت النقاش والتساؤلات المتكررة في الجزائر حول عدم توفر البلد الغني على الورق، الجزائر الذي بدد المليارات يشتري طائرة ب 300 مليون وأكثر لبوتفليقة ولا يتوفر على طائرات متخصصة لإطفاء الحرائق، أغلاها لا تتجاوز قيمتها أقل من 40 مليون دولار، بل يمكن شراء طائرات لإطفاء الحرائق بعشر ملايين دولار، أو شراء طائرات قديمة مثل بلدان ليست لها إمكانيات الجزائر ولكن مستعملة وما زالت مستعملة. يعني لو تم إنفاق 300 مليون دولار والصفقات الأخرى في الطائرات الحرب وغيرها لشراء عشرات وإن لن نبالغ لو قلنا من الطائرات، 300 مليون دولار يمكن أن تشتري على الأقل 30 طائرة أو 10 طائرات أغلاها في العالم. جددت الحرائق المدمرة والمتكررة التي تشهدها الجزائر التساؤلات حول عدم توفر البلد الغني مقارنة بجيرانه على طائرات لإطفاء الحرائق. خلفت الحرائق الكبيرة وخاصة في منطقة القبائل خسائر مفجعة في الأرواح والممتلكات ومشاهد خراب مرعبة زادت مرارة في غياب الإمكانيات. بعد حرائق غابات الأوراس الأخيرة قبل شهر قال وزير الداخلية إن الجزائر ستشتري طائرات إطفاء وأن الإمكانيات المالية متوفرة لذلك. يتساءل الجزائريون بحيرة وغضب لماذا لا يتوفر بلدهم المعرض لحرائق الغابات على سرب طائرات إطفاء في مقابل تبديد مليارات الدولارات. لا تكلف أغلى وأشهر طائرة للإطفاء في العالم إلا 37 مليون دولار، بينما يمكن شراء أنواع أخرى بقيمة أقل قد يصل بعضها إلى 10 ملايين دولار فقط. وهناك إمكانية شراء طائرات مستعملة بمبالغ أرخص مثل ما تفعل دول أخرى ليست لها قدرات الجزائر المالية التي بددت 1500 مليار دولار في عقدين. منظومة تبديد وفساد ونهب بالمليارات في الصفقات وشراء طائرة رئاسية للمخلوع بوتفليقة قيمتها 320 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 10 طائرات إطفاء على الأقل. مراد شيكو، يتجدد دائما هذا السؤال، هذا البلد الغني الذي يبدد المليارات ليس له سرب طائرات لإطفاء الحرائق مع أنه معرض لهذه الحرائق. تكرر هذا السؤال ناقشناه، يعني ريقنا جف ونحن نناقش هذا الموضوع لسنوات. ألو، نعم. سؤال إليك مراد شيكو. نعم شكرا. أنا فقط أريد قبل الإجابة على سؤالك أنه فيما يخص قضية الاتهام، أنا أعتقد لما الوزير الداخلية أو مدير الغابات يقولون أنه أيادي إجرامية فهم يعلمون جيدا من هي هذه الأيادي الإجرامية. هذا أكيد، هم متأكدين أنها أيادي إجرامية وبالتالي هم يعرفون. وأنا أوجه أو أعتقد أنه فيه العصابة أو الأجنحة المتصارعة والمتناحرة على السلطة هي
من تكون وراء هذه، لهذا هم على علم بهذا، ولكن كل التحقيقات سوف تفضي الى نسيان هذا الموضوع. يعني راح الان باش يخفوا من 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 من, من يعني النرفزه تاع المواطنين، راح يقولوا هناك ايادي وهناك وهناك وسوف نفتح تحقيق، لكن بالتالي هم يعلمون من ولن يستطيعوا الكشف عليه. ولكن اذا كانت حرب عصابات، طبعا انا كنت ساخوض في هذا الموضوع واعود اليه مع ما اثاره خليفه قريشي ما دام اثرت هذا الموضوع، ولكن حرب عصابات يعني تصفيه الحسابات بين عصابات بحرق الجبال والغابات بهذه الطريقه وقتل الناس. انا نرجع قليلا الى الوراء في التسعينات، واش عملوا؟ قتلوا الملايين وخطفوا الملايين من اجل بقائهم في السلطه. يعني هذا النوع من المجرمين اللي هم موجودين في السلطه ويعرفهم كل الشعب الجزائري، مجموعه من الجنرالات اللي استولت على السلطه ويعني واستولت على مؤسسه الجيش واستولت على 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 الحكم، وهي من تعين من ابسط رئيس بلديه الى اعلى هرم السلطه الى الرئاسه، هي من تعين وهي من تقيم، وبالتالي هناك عصب داخل السلطة الآن متناحرة وتضغط على بعضها البعض من أجل التموقع ومن أجل كسب أو اقتسام الكعكة، وبالتالي هم يضغطوا على بعضهم بعض. ولو نلاحظ بعد خروج التوفيق وعودة نصار عادت بعض الأساليب اللي الشعب الجزائري ما نساهاش منذ التسعينات. فلهذا أنا لا، لأنه هم أكدوا، هذا دليل، هم أكدوا أنه وراء هذه النيران أيادي ولكن أيادي إجرامية تريد وزير الداخلية لا تريد الخير للجزائر. طبعا العصابات، لو نرجع إلى عهد القايد يقول العصابة لا تريد الخير إلى الجزائر وأدخل البعض إلى السجون، لكن بعد وفاته خرجوا وأدخلوا الآخرين اللي كانوا مع القايد صالح وقالوا هذه عصابة لا تريد الخير إلى الجزائر، وهم كلهم عصابة واحدة متناحرة على السلطة ومتناحرة على سلب ونهب وقمع الجزائريين، هذا شيء أكيد والكل يعرف هذا. من ناحية أخرى أنا أريد أن أثير إلى مشكلة أو إلى نقطة تقنية. الآن بما أن الجيش يتوفر على معدات قوية وكبيرة، لماذا لا يفتح الطرقات؟ مشكلته الآن لماذا لا يفتح الطرقات في الجبال؟ عليه الآن أن يفتح الطرقات في الأماكن التي لم تحترق، يفتح الطرقات نحو الجبال ويفتح الطرقات نحو المنابع ونحو المياه. إذا عدنا إذا سؤالكم حول الطائرات، بالفعل الجزائر في 2012 اقتنت 6 طائرات، هذا حسب تصريحهم. أنا كل ما كنت أعرفه أنه هناك بعض الطائرات للتدريب، وهذه الطائرات استعملت خصيصا للنزهة، كان مدير الحماية المدنية وأقاربه وأصدقائه من وزير الداخلية زرهوني وبعض الإطارات كانوا يستعملوا هذا الهليكوبتر أو هذه الطائرات الصغيرة اللي جابوها من أجل تدريب إطارات وتدريب الطيارين داخل سهوم الحماية المدنية، أصبحوا عاملينها للنزهة لهم ولعائلاتهم، وكل أعوان الحماية المدنية يعلمون هذا جيدا. وضف إلى ذلك هذه الطائرات كم سعتها؟ كم تستطيع أن تحمل من المياه؟ فكلها تستطيع أن تحمل دلو بسعة 1000 لتر على هذه طائرات هليكوبتر، وقد كانت هناك صور وفيديو حتى لطائرة منهم في خنشلة في الشهر الماضي. بالمناسبة حتى هذه الطائرات الهليكوبتر لا يبدو أنها متوفرة، هذه طائرات هليكوبتر صغيرة، ولكن هناك طائرات متخصصة كندار مثلا المتخصصة في إطفاء الحرائق، هناك طائرات حتى روسية والجزائر تشتري الأسلحة من روسيا، هناك طائرات أوكرانية لإطفاء الحرائق، هناك بوينغ التي طورت حتى وغيرت طائرة متخصصة في إطفاء الحرائق. يعني أغنى طائرة فيه الأكثر سوفيستيكيتد الأكثر تطورا كندر، قيمتها 37 مليون دولار فقط، بإمكانك شراء 10 طائرات بما يعادل طائرة بوتفليقة مثلا، هناك طائرات للبيع بعشر ملايين، هناك دول المغرب اشترى طائرات مستعملة وله سرب بخمس طائرات مثلا كندر.
حقيقة المشكل الآن مطروح أن هذه السلطة لا تريد. هذه السلطة هي موجودة للنهب، هي موجودة للسرقة، هي موجودة لا ليست موجودة من أجل يعني أن تجلب الطائرات أو أنها شاهدنا أزمة الأكسجين، شاهدنا أزمة الحليب، أزمة السيولة، أزمة المياه، أزمة وبالتالي أنا كنت أعرف الكثير من أصدقائي وزملائي اللي كانوا يدربوا طيارين، نقول لك أكثرهم خرجوا من البلاد وهربوا لأنه شافوا باللي مستحيل يعني باش يقدروا يواصلوا العمل مثلهم مثل باقي الإطارات في كل الميادين، لأنه ما فيش اهتمام بهذا القطاع وما فيش اهتمام بشراء وتحسين هذا القطاع وتطويره. هذا القطاع كل مرة يعطى إلى مجموعة من داخل السلطة لكي تنهب ولكي تأكل منه فقط. لما نتحدث عن الطائرات، بعض الإطارات أو البعض يقول أنه ما قدرناش، وأنا استمعت لبعض ممثلين الحماية المدنية للأسف يتحدثوا عكس ما هم مقتنعين ويقولوا أنه ما قدرناش نجيبوا طائرات كبيرة لأنه ما عندناش سدود كبيرة وما عندناش أنهار كبيرة إلى غير ذلك. ولكن هناك طائرات بإمكانها 400 كيلومتر من البحر. نحن لدينا كل الجزائر تقريبا متجمعة حول الساحل، يعني من الشرق إلى الغرب، وبالتالي هذه الطائرات تستطيع أن تحمل ما تحمل مياه من البحر، فهذا ليس بعذر أبدا. والبعض يقول أنه لا بد التكوين أم التدريب إلى غير ذلك، ولماذا لم يدربوا هذا الطيارين؟ فأين هي المشكلة؟ إذن المشكلة موجودة عند هذا العصابة. عندما تكون عندك دولة عسكرية، دولة تسير بمنطق الكازيرنا، فالنتائج هي الآن أمامك. طيب حتى عسكرياً لم يكن بالإمكان حتى تكليف الجيش بشراء مثل هذه الطائرات وتكون تابعة تحت تعهد الجيش وصيانة وربما بسبب تنظيم الجيش، وإذا احتاجتها الجزائر السلطات يتم تسخيرها. طبعا الجزائر التي نعم. تشتري صفقات سلاح وتسليح حربي الطائرات بشكل كبير بالمليارات. نعم، مثل هذه الطائرات مثلا لروسيا، الجيش الروسي يكسب طائرات كبيرة مثل هذه الطائرات لإطفاء النيران ويستعملها عند الحاجة. إذن الجيش الآن لماذا لا يقتني هذه الطائرات؟ هذه نقطة، يعني سؤال أنا أنحير ما لقيتلوش جواب. زيد على ذلك مثل ما قلتم في الشريط نتاعكم، يعني طائرة بوتفليقة 300 مليون دولار، بينما الطائرات الكبيرة جدا والتي تستطيع سعة حمولتها أكثر من 70,000 لتر، يعني لما تفوت على غابة كأنها المطر. هذه الطائرات حوالي 40 مليون دولار، فمجرد 3 أو 4 طائرات أعتقد أن هذا النيران من المستحيل باش تحدث كل هذه الخسائر في يعني الغابية والحيوانية والتضرر لي. لكن أنا أعتقد أنها عملية ممنهجة. طيب. وعملية لمعاقبة المواطنين ولمعاقبة الناس ولإلهائهم مثل أزمة الماء وأزمة السيولة والحليب إلى غير ذلك، فهي تدخل في إطار استراتيجية الأزمات. ابقى معنا مراد شيكو، نتابع الآن المشهد في ولاية بيجاي. يا
خليفة قريش، يعود إليك، كنت تقول بأنه هذه الجرائم مستهدفة لمنطقة القبائل، من يقف يعني يقف مثل هذه الجرائم، يحرق الغابات هكذا لاستهداف الناس؟ في الحقيقة لم أستمع إلى السؤال جيد. سؤال هو كنت تقول بأنه هذه الحرائق إجرامية تستهدف منطقة القبائل، من يستهدف المنطقة بهذه الطريقة وبهذا الإجرام؟ أكيد وقلتها سابقا وأعيدها وأكررها، أنا قلتها أن منطقة القبائل تزعج الكثير من الأطراف، وهذا موجود وثابت ويعرفه الجميع. وفقط أريد أن أقدم ملاحظة صغيرة، بمعنى إذا أردت الدولة الجزائرية أن تفتح تحقيقا، وأنا أقول للمستمعين لا ينتظروا أبدا ولا يتفائلوا خيرا بهذا التحقيق، وكما يقول المثل إذا أردت أن تقتل قضية معينة فإخلق لها لجنة. اليوم منطقة القبائل هي التي تواجه كل الأزمات لوحدها، ونحن نعرف هناك فشل في التسيير في الجزائر والنظام يتحمل المسؤولية. اليوم النظام الجزائري لا يقدم الحلول ولكن يقدم الأوامر. النظام الجزائري عوض أن يقدم الإمكانيات واللازمة والحلول، هو يقدم الأوامر، ثم النظام الجزائري لا يقدم الحل ولا يترك الناس يقدمون الحل. ورأينا مثلا مع جائحة كورونا الجالية الجزائرية في الخارج قدمت إعانات فيما يخص الأكسجين، الماشينات الأكسجين، ولكن أنا سارعت السلطة الجزائرية لوضع وصل قوانين لعقلة هذه الإعانات إلى الجزائر. هذا أولا. إذن هناك فشل في التسيير في الجزائر، فشل في كل القطاعات، ودائما أزمة تتبع أزمة وأزمة تتبع أزمة. وإذا أردنا أن نسمي نطلق كلمة واحدة للجزائر الجديدة نقول هي جزائر الأزمات في كل القطاعات وفشل في كل، وهذا الفشل دائما ما تلجأ السلطة إلى تمييعه وتزيينه. ونقولها الجزائر كانت قادرة، الجزائر الذهب والبترول والطاقة الشبانية والكفاءات كانت قادرة على الاستشراف وتهيئة الإمكانيات، وحدث مؤخرا حرائق كبيرة في خشلة. كان يجب على النظام الجزائري والدولة الجزائرية أن تأخذ درسا مما سبق وتقدم على الأقل بشراء اللوازم والطائرات. وزير الداخلية بالمناسبة قال، وزير الداخلية قال حينها أنه سنشتري هذه الطائرات لإطفاء الحرائق وعندنا الإمكانية المالية لذلك. أولا أقول أن النظام الجزائري دائما ما يظهر وقت الأزمات وينظر على أنه هو المخلص الوحيد، وأن سياسته دائما هي سياسة إيجابية وسياسة استشرافية على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ولكنه نظام فاشل بكل المقاييس. كان إذا كان النظام الجزائري غير قادر على تسيير الأزمة، على الأقل كان يمكنه أن يطلب إعانات ومساعدة من دول، ولدينا دول كثيرة مثل المغرب على ما أظن لديها هذه الإمكانيات، هناك إسبانيا معروفة في هذا المجال، ولكنه لم يطلب ولن يطلب هذه الإعانات من الخارج، لأنه دائما لا يمكنه أن يقدم إعانة لأنه سيعترف بشكل ظني بفشله. هذا النظام الذي يقدم إعانات لكل الدول المجاورة والدول الإفريقية والدول المتضررة وشعبه يموت يوميا، لا يمكن أن يطلب مساعدة من الخارج، لأنه إن طلب مساعدة من الخارج فهو يعترف بشكل ظني وصريح وثابت بأنه نظام فاشل على كل المستويات. اليوم إذن هو الحل، ورأيناه الحل في المجتمع المدني، الحل في الجمعيات والتضامن، وقدمنا درسا للكثير من الأطراف أن المواطن الجزائري البسيط هو أكثر وعيا وأكثر إرادة وأكثر عمل وأكثر خبرة من بعض أشباه المسؤولين الذين دائما ما يناظرون في التلفزات والإذاعات ويسوقون لجزائر جديدة مزدهرة وقوامها العدل والعمل والإمكانيات والمستشفيات موجودة، ولكن في أرض الواقع الكل يعرف الصورة الحقيقية. وهذا الفيسبوك الذي
عندما تحدث رئيس في السابق وقال أنه جاء من دولة لا تريد لنا الخير وأنه وسيلة للبلبلة وكذا وكذا وكذا، اليوم أثبت أن هذا الفيسبوك هو وسيلة لإيصال صوت المظلومين وإيصال الصورة الحقيقية، ولولا الفيسبوك لما عرف العالم ما حدث في منطقة القبائل ولا ما تهيكل المجتمع المدني ولما حدث كل هذا التضامن والوحدة والعمل الجمعوي والخيري في هذه الفترة الصعبة على منطقة الجزائر وعلى الجزائر ككل. طب بالمناسبة تبون يقول عبر تويتر بالمناسبة أن الجزائر تعيش من محنة وستخرج منها منتصرة على خلفية هذه الحرائق. طبعا هناك من علق يعني تبون على كل قال بأنه اعترف أنه هناك حرائق، لأنه كان هناك جدل حول تصريحه في حواره التلفزيوني بأنه ليس هناك مشكلة أكسجين. خليفة قريشي، نعم نعرف أن الجزائر اليوم هناك فارق زمني بين الجزائر الشعب والجزائر النظام، وأعتقد أن زمن الشعارات قد انتهى وزمن أغنيات ما قبل نوم والقصص الأطفال قد انتهت. اليوم عندما نسمع إلى تصريحات مثل هذه، وفي الواقع نحن نرى ونشاهد ونحن في المجتمع المدني ننتقل من منطقة إلى أخرى ودخلنا إلى المستشفيات ورأينا الناس يموتون بسبب نقص الأكسجين. إذا حقيقة لا أعرف كيف يفكر هؤلاء المسؤولين بين قوسين، كيف يفكرون؟ نحن نشاهد اليوم يوميا هناك موتى في المستشفيات، ورأينا صرخات أطباء من المستشفى، والأطباء هم أكثر اختصاصا منا ولكنهم أطلقوا نداء استغاثة للناس من أجل التضرع بالأكسجين، ورأينا كيف تهيكل الناس وقدموا الأموال، هناك من باع منزله ومع سيارته، وهناك نساء حرائر بعنا الذهب الخاص بهن من أجل إعانة المصابين والمرضى وإعانة المستشفيات. إلا كل هذا يظهر للعيان، ثم في الإعلام الجزائري يصور على أن كل شيء موجود وكل شيء. إذا هذه سياسة الهروب إلى الأمام، وأقولها بصرف العبارة، اليوم هناك جيل جديد، جيل الانترنت وجيل التواصل الاجتماعي، ليس بالجيل السابق الذي كان يعيش على قناة واحدة تبث ما تريده السلطة. اليوم هناك جيل انترنت وجيل الفيسبوك، وهذا الأمر يزعجهم. هم الآن على المباشر يقدمون الصور الحقيقية ويصورون من المستشفيات ومن مراكز صحية ومن كل اللي يصورنا كل الأزمات، ولهذا دائما ما تلجأ السلطة إلى سياسة التضييق، لأن هذا الفيسبوك وهذه وسائل التواصل الحديث تزعجهم وتزعجهم كثيرا. شكرا جزيلا لك خليفة قريشي الناشط في المجتمع المدني، كنت معنا عبر الهاتف من تيزي وزو. عودي لك شيخ سن، طبعا ماذا عن هذا البعد التضامني بين الجزائريين؟ شاهدناه في كورونا والآن كذلك نشاهده مع هذه الحرائق، شاهدنا حتى في الحرائق في خنشلة وهبة المواطنين في المنطقة والتضامن المواطنين في مثل هذه الحوادث. نعم أخي جمال، الشعب الجزائري أثبت مما لا يدع مجال للشك أنه شعب عظيم وشعب متضامن وشعب يعين بعضه البعض، وشعب مثل هذا الشعب على كل حال يستحق أن تكون له قيادة في المستوى، قيادة تكون في مستوى عظمة هذا الشعب. لا يعقل أبدا أنه إذا كانت القبعة صغيرة على الرأس فلا يمكن أن نغير الرأس ولكن نغير القبعة. هذا الشعب الجزائري العظيم يستحق أن تكون له سلطة تهتم بشؤونه وتقوم على توفير كل ما تتطلبه الحياة الكريمة. شاهدنا على كل حال هذا التضامن الكبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب البلاد الكوارث وأن يشفي الله سبحانه وتعالى المرضى الذين هم الآن في المستشفيات يعانون من هذا المرض، كما ندعو السلطة إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن مصالح الشعب، لأن هذا الشعب له واجبات نعم ولكن له حقوق، ومن بين الحقوق التي يجب أن تتوفر لهذا الشعب هو أن يجب أن يتلقى الحماية والرعاية من طرف السلطة التي تقوم على شأنه. طيب ولكن ماذا عن واجبات كذلك المواطن تجاه ثروته الغابية كذلك التعامل معها
هناك من قال طبعا هناك مسؤوليات وانتقادات للسلطة، ماذا عن مسؤوليات المواطن؟ ما رأيك في هذا النقاش؟ نعم أخي جمال، هذه الحرائق مثلا لم تعتبر من يصنفها من الكوارث الكبرى، وهذه الكوارث الكبرى هناك 20% من هذه الكوارث الكبرى أو المخاطر الكبرى على كل حال 20% هي من فعل فاعل وتسمى الأيادي الخبيثة. هناك أيادي خبيثة نعم تريد العبث بمقدرات الأمة ومقدرات الشعب الجزائري، لكن على السلطة أن تسخر كل إمكانياتها من أجل الكشف على هذه الأيادي الخبيثة وتقديمها إلى العدالة وأن تسلط عليها أقصى العقوبات. لا أعتقد أنه من يتكلم في قناة أو من يكتب في الفيسبوك يشكل خطر على يعني على الدولة، إنما يشكل الخطر هم هؤلاء الأيادي الخبيثة التي تشعل احترام في الغابات. على الدولة أن تهتم بهذه المشكلة وأن تبحث عن هذه الأيادي الخبيثة وأن يعني تقدمها إلى العدالة وتسلط عليها أقصى العقوبات. لكن هناك 80% ليست الأيادي الخبيثة وإنما هي قضية الاستشراف وقضية التخطيط بالنسبة للدول. نحن نرى أخي جمال ونعيش في الجبال هنا، لا توجد هناك طرق وسط الغابات. كما أنني أقول لك في المنطقة التي أسكن فيها أنه هناك الكثير من المياه التي استولى عليها المواطنون وأصبحوا يستغلونها، هذه المنابع الطبيعية أصبحوا يستغلونها للبيع وللتجارة، ولو والدولة غائبة تماما كان من المفروض أن تبقى هذه المنابع الطبيعية مصدر للحيوان حتى يشرب، وكذلك لو اندلعت الحرائق لا استغلت هذه المنابع في إطفائها، لكن الدولة غائبة تماما فهي فقط تلاحق المواطن ولا تهتم بأموره وبمتطلباته. تلاحق من يكتب في الفيسبوك مثلا أو من يقول رأيه بسلمية، بالعكس حبا في بلده، بينما تنتقد الفيسبوك الذي مثل ما كان يقول خليفة قريشي بالعكس وسيلة مثل ما حدث في هذه الكوارث وكوارث أخرى لتقريب الجزائريين. نعم اليوم أبان يعني هذا وسائل التواصل الاجتماعي على الإيجابية التي فيه، ولولا وسائل التواصل الاجتماعي لما تعرفنا على مكان الحرائق ولما تضامن الشعب بعضه مع بعض من أجل الدفاع عن يعني عن ثروته الغابية. لذلك نقول أنه في من يبث الوعي في شعب، ولكن الخطر في من يحاول يعني تحطيم هذا الوطن. ثم أخي جمال، هذه القنوات التي تصرف عليها الملايير، ما الذي تفعله طيلة اليوم وهي تتحدث عن أشياء تافهة؟ لماذا لم تتنبه وأن تقوم بتوعية المواطن؟ لأنه هذا المواطن يدفع الضرائب ويدفع الأموال حتى تعطى لهذه القنوات، وهذه القنوات لا تهتم بتوعية المواطن. كان من المفروض الدولة أن تقوم أن تحط هذه القنوات بدلا من أن تقضي ساعات كبيرة في انتقاد المواطن الجزائري، أن تقوم بتوعيته وتهيئته من أجل أن يدافع عن ثروته وعن مصالحه. شكرا لك شيخ حسن الناشط السياسي، كنت معنا من سكيكدا. ونتابع كذلك الحرائق التي وصلت التي بلغت كذلك سيرايدي بعنا. كانت هذه إذن سيرايدي، وفي الطارف كذلك نتابع المشهد. السلام عليكم ورحمة الله. مباشرة هنا بين سيدي قاسي وكبودة حرائق ممتدة في الطريق، يعني يبقى الحليم حيران، يصبح الحليم حيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمراض أوبئة لا إله إلا الله، اللهم سلم سلم.
أمراض أو بيئة حرائق. هذه الحرائق أكيد بفعل فاعل، يعني يستحيل يعني من تيزي وزو لجيجل لبجاية لولاية الطارف هكذا، يعني سبحان الله ناس ما رحموا لا بشر لا رحموا لا حيوانات لا دواب لا نباتات لا أشجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. والناس قاعدة تحرق سبحان الله، يعني شوف مراد شيكو كإطار سابق في الحماية المدنية، يعني مفروض يتم إعلان حالة الكوارث والطوارئ أليس كذلك في مثل هذه الأوضاع؟ ثم لما لا طلب المساعدة الخارجية؟ تركيا كانت هناك حرائق، الاتحاد الأوروبي ساعدها بإرسال طائرات، كذلك اليونان، حتى هناك موقع مغربي أن المغرب مستعد للمساعدة وعنده طائرات لإطفاء الحرائق. وهناك أيضا حتى شركات، ما دام ليس هناك استشراف لشراء هذه الطائرات، هناك شركات خاصة يمكن استئجار من هذه الطائرات بالساعة ولا تكلف يعني بأموال الجزائر المفروض 5,000 أورو في الساعة مثلا، وبإمكانك شراء أو استئجار طائرات للمساعدة بدلا من هذا المشهد المحزن. يعني فعلا مشهد محزن، ولكن الجواب بسيط جدا. يعني لما تسمع أحسن منظومة صحية في أفريقيا الشعب انتحها يموت بنقص الأكسجين، فتفهم هذا الناس كيفاش راهم يفكروا. أمر بسيط يعني، فمثل ما سبق ضيفكم وقال أنه الدولة لا تطلب المساعدة لكونها تقول للعالم الخارجي أنه أنا راني متحكمة وراني مسيطرة وراني قادرة نسير إلى غير ذلك. وبالتالي هذا منطق الفاشل، الفاشل هو فقط اللي يخمم بهذا المنطق. أما الإنسان اللي قادر هو اللي مثل ما ذكرت تركيا مثلا بكل قوتها وبكل عتادها وهي معروفة طلبت المساعدة وجاءت روسيا بطائراتها وساعدتها، لما لا تعمل الجزائر هذا؟ ربما راح يجاوب عليه تبون أو شنقريحة. أنا فعلا هذا السؤال طرحته لكن ما لقيتلوش جواب. أنا فقط الشيء اللي نأكد عليه، وكان لي حديث منذ يومين مع أحد ضباط الحماية المدنية في إحدى الولايات اللي راهي مضرة الآن من الحرائق، وكان قال لي أنه هناك مجموعة من الضباط اقترحوا لفتح الطرقات، هذه عندها حوالي 3 سنوات من اللي عملوا هذا الاقتراح لفتح الطرقات في وسط الجبال، لكن لحد الآن ما كانش لا فتح الطرقات ولا، ومعروفة يعني الحماية المدنية ما تملكش جرارات لفتح الطرقات. وقال لي كذلك البارح كانوا بالسيارات أو بشاحنات الإطفاء وصلوا لقمم الجبال وين ما كانش طرق ما يقدروش يفوتوا وين حبسوا، طلبوا كذلك المساعدة باش يجيبوا جرارات تفتح الطرق، فجاهم الأمر إلى الرجوع إلى الوراء وإلى الخلف. فالناس اللي تخمم بهذا المنطق أنا لا أعتقد أنهم راح يوجدوا حلول، بل هم ضالعين في هذا الإجرام، هم ضالعين في مواصلة هذه الإخفاقات وهذا الفشل لمعاقبة هذا الشعب. هم الآن الأمر بسيط وواضح، يريدون معاقبة الشعب، وإلا فلماذا لا يقومون بأبسط الأمور اللي يعرفوها مواطنين بسطاء؟ وطبعا هذه الحرائق تتكرر يعني في الجزائر، مشهد الحرائق ليس جديدا، يعني طبعا بلغة الأرقام تقديرات تقول أنه النيران أتت في 2020 على حوالي 44,000 هكتار، أنه الجزائر فيها أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات فقط، يعني مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1.7%. يعني عمليا هذه الثروة الغابية لو راحت الجزائر ستتحول إلى صحراء بعيد الشر، يعني في النهاية بعملية حسابية بالفرق بين قسنطينة بالبعد بين قسنطينة مثلا لو باتنا وبسكرة بوابة الصحراء، ليس للجزائر إلا هذه المناطق الغابية وإلا بعيد الشر تحولت إلى صحراء، المفروض حمايتها ليس كذلك؟ وخاصة أنه معروفة هذه الحرائق في هذا الوقت بالذات. بالفعل يعني لو نرجع شوية للوراء في السبعينات كانوا يفكروا
في توقيف التصحر، كانوا يفكروا في التشجير وتوقيف التصحر، أما الآن فانقلبت الأمور، فهم الآن يفكرون في تعميم التصحر وليس توقيف التصحر. وبالتالي الحرائق اللي شعلوها يعني متعمدة بسبب مكافحة الإرهاب في التسعينات، تقريب نصف الغابات ونصف الجبال كلها شعلت وكلها احترقت، وهذا شيء معروف، واحترقت يعني عمدا، وهذه الجبال اللي ما تعودش تتجدد إلا بعد 40 أو 50 سنة. وبالتالي الآن عندنا احنا غابات صغيرة وأشجار فتية وحقول كذلك صغيرة، ما عندناش احنا تلك الأشجار والنوع الأشجار الكبيرة جدا والعملاقة، فغاباتنا صغيرة حسب المنطقة. كان من يعني بالأمر السهل والبسيط أنهم يقدروا يسيطروا عليها بفتح، دائما نقولها دائما، بفتح الطرقات ووضع أحزمة واقية في الجبال، وكذلك بتعميم نقاط المياه، وبجلب طائرات للإطفاء وتزويدها من مياه البحر، لأنه كل الكثافة السكانية هي على الشريط الساحلي، بالتالي كل الغابات الكبيرة من يعني كل الغابات البعيدة لا تتطلب أكثر من نصف ساعة بالطائرة وبالتالي توصل لها، وهناك هذه الطائرات تستطيع البقاء مدة طويلة في الهواء في السماء. فكل الأمور الآن أصبحت واضحة، هذه العصابة الآن لا تريد الخير لهذه البلاد، هذه العصابة لولا تكاتف المواطنين وتلاحمهم وفهمهم وتوعيتهم، وأتحدث عن كل ربوع الوطن، لكانت كوارث أكثر وأكثر. الآن رانا نشوف المجتمع المدني كيفاش راه يقدم في التضامن البعض وبعض، وكيفاش الجالية كذلك تضامنت فيما يخص دعم أو مساعدة الضحايا سواء على الأكسجين أو غيره، ولكن دائما العصابة ماذا تفعل؟ العصابة الآن تخلق ميكانيزمات لعرقلة هذه المساعدة، تخلق ميكانيزمات لكي لا تصل المساعدة، لو تفتح ترفض يديها وتفتح الأبواب وتترك الجالية في الداخل وتترك المحسنين وأصحاب أرباب الأعمال والمواطنين والجمعيات المجتمع المدني داخل الجزائر يتكاتفوا، أعتقد أنه راح نكون في وضع أحسن بكثير، ولكن لن نشاهد وضع مثل هذا ما دام العصابة في السلطة وما دام متسارعة، يعني عبارة عن أجنحة متسارعة عن السلطة وتتهم في الأبرياء وتجرم المواطنين، فأعتقد أن الوضع سوف يكون كارثي إن لم يكون المواطن واعي ويعزم على طرد هذه العصابة من السلطة وإعادة تنصيب نظام شرعي يخاف على البلاد ويخاف على مقدرات البلاد ويخاف على المواطنين بصفة عامة. مراد شيكو الإطار السابق في الحماية المدنية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من جنيف، شكرا لك، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. للأسف كان المفروض أن تكون معنا الأستاذة نبيلة إسماعيل كذلك محامية من تيزي وزو، ولكن للأسف الزملاء لم يستطيعوا الوصول إليها، ولا يمكننا مرة أخرى إلا أن نتضامن نعزي ضحايانا سواء في هذه الحرائق المفجعة، استشهاد 25 عسكري كما تعلن الرئاسة في محاولة المساعدة في إطفاء الحرائق، وأيضا استشهاد 7 مواطنين على الأقل وخسائر مفجعة في الممتلكات، كذلك تعازينا الحارة، وكذلك تعازينا الحارة لضحايا نقص الأكسجين، الموت اختناقا والموت احتراقا، والشفاء العاجل إن شاء الله لكل الجرحى مني ومن كل الفريق قشمير التحايا، إلى اللقاء. سمح غاورنا في الزمان يمور ثغلا في صرانا الليل حيوى ثوث سطنا في فتران أنزل ثدرا ثيرنا مسليوا يا لين ردي تجرهم أذكر ثك ثم يلثك ثم هك ما طوليوا
يا لي مرضي تجربان أذكر فيك ثام ورتك ثام ذاك ما طولي ما طولي وذي سفرة أبوي ذاكم عرى يوم في ثاثي ولا الرذاخ اللي يتسرق